بهدف نشر مفاهيم السلام والتضامن والمحبة من خلال الفن والعروض المسرحية، انطلقت في عمان فعاليات أول حفل موسيقي لمشروع كن التغيير، وقدم مدير كاريتاس الأردن السيد وائل سليمان موجزاً عن هذا المشروع الذي سيقام في 30 مدرسة موزعة بمختلف محافظات ومناطق المملكة، حيث أكد على أهمية الفن بنشر وتعزيز مبادئ السلام والأخوة بين الطلاب، والذي سينعكس إيجاباً على مجتمعهم وحياتهم. وابتدأت فقرات الحفل بأغاني ومعزوفات مميزة من قبل أعضاء الفرقة الموسيقية، والتي حملت بمجملها مفاهيم الحب ونبذ العنف وعيش عالم يسوده الوئام والسلام. وقام 150 طالباً وطالبة بعرض فقرات فنية متنوعة. وفي الختام تم توجيه الشكر لجميع أهالي الطلاب ومعلمي المدارس المشاركين بالبرنامج، والذين كانوا جزءاً لا يتجزأ من نجاح هذا الحفل. هذا المشروع رح يدوم شهر بعدة مدارس على مستوى المملكة، أسبوعين بعمان، رح ننتقل أسبوع مادبا، وآخر أسبوع رح يكون بالكرك. رح يشارك أكثر من 30 مدرسة خلال هذا المشروع، اللي هو كل أسبوع رح بيكون في ورشات عمل للطلاب والمعلمين عن هاي الفكرة الرائعة كون التغيير، في واللي إحنا أكيد بأمس الحاجة لإلها. عم نحكي عن بناء السلام، عم نحكي عن التضامن، عم نحكي عن المحبة، بس من خلال الموسيقى.